الحظر من يوم السبت والدنيا بقى خلاص هتنطلق، هل في نصائح محددة في البداية قبل ما نتكلم على الأدوية، قبل ما نتكلم على اللقاحات، تحب تقولها للمواطن يبدأ يتعامل معها من يوم السبت؟ إن شاء الله من يوم السبت في عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية المتوسطة والصغيرة. نعم. وده يدعونا من الناحية الصحية أيوة. إلى أن نرفع درجة الحذر الشخصي أكتر من الأول. كل مواطن يحافظ على نفسه أكتر ويحافظ على المخالطين له. نعم. في قصة الكورونا في حاجات بسيطة جدا وسهلة جدا ومهمة جدا في نفس الوقت لمنع انتشار هذا الفيروس. أولها في المرحلة القادمة وفي حركة واختلاط أكتر هو لبس الكمامة أساسي، لم يعد هذا طرفا بل ضرورة. اللي ماشي في الشارع يلبس الكمامة، اللي داخل مقهى أو مطعم يلبس الكمامة، اللي داخل منشأة حكومية أو مكان عام أو خاص هيلتقي فيه بغرباء أو بآخرين يلبس الكمامة. فده لم يعد طرفا لازم يلزم نفسه بيه عشان يحافظ على نفسه. الناس بتخاف على نفسها طبيعي، يبقى يزداد هذا الحرص اعتبارا من يوم السبت. تمام. الحاجة الثانية مسافة، من فضلك مسافة. التكدس والتلاصق والقرب الشديد مش أخطر مطلوب. حاجة أخطر بالضبط مش مطلوب خالص يعني. فليكن ان احنا ثلاثة او اربعة او خمسة وهنقعد مع بعض. لازم كمامة ومسافة. تمام. ويفضل الاماكن غير المغلقة اماكن مفتوحة جيدة التهوية. جاي الخط قطع مع دكتور جمال، لسه هتكلم على